أحرفت غنت حضارتنا وباسمها عنوننا حاضرنا، كانت وما زالت لحن بنعزفو على أوتار إنجازاتنا. الثقافة هي جزء منا ونحنا منها، ومكفين معكم مواهب مشروع بكرة إلنا بأيام الثقافة السورية. واليوم بمركز أبو رمان الثقافة بلش مشوارنا. متميز فيهم إنه نحن عملنا استمرارية للفرقة، يعني المجموعة صارت من عدة مجموعات، مجموعة الأولى الأساسية، صار عنا أطفال جداد حابين ينتموا لأصدقاءات القانون، فبهي الحفل حيكون في مجموعة أولى وثانية هن حابين يشاركوا لأول مرة مع الفرقة الأساسية. ما في فرقة أصلاً بدمشق أو بسوريا هي تضم آلة القانون فقط، فهي إلى خصوصيتها. مع دعم المشروع بأنه تأمين الآلات، تأمين كل الأشياء اللازمة لنجاح هي الفرقة، مع وجود أطفال حابين فعلاً أنه يكون في آلة تراثية بس عم تقدم بطريقة حضارية. بما أنه حضرتك والد لموهبة من مواهب مشروع بكرة إلنا، احكي لنا شوي عن تجربتكم مع المشروع. هلا طبعا المشروع هو مشروع وطني رائد بامتياز، استطاع ان يستقطب المواهب، استطاع ان ينمي ويطور هي الموهبه كثير، يعني بنشير بايجابيه شديده للاهتمام الكبير من اداره المشروع والقائمين على المشروع والمدربين والاداريين بالمواهب والرعايه التامه، وحقيقه يعني لم نجد افضل من هيك رعايه دائما، ونتمنى دائما لهذا المشروع ان يستمر دائما نحو التميز والابداع. شفنا اليوم فرقة أكاديمية محترفة ما فيها ولا نشاز ولا غلط، طبعاً مشروع رائد. أنا بقول إنه كل هالمواهب إن شاء الله الشابة هي راح تكون أحلى مستقبل وأحلى بكرة لسوريا. مستقبل سوريا مين هو؟ هو أنتو وجيلكم، هو وجيل الأطفال. لما بتأسس صح، لما الكل بكل محافظات سوريا بيلاقي الفرصة المضبوطة، نحن حمينا أجيالنا المستقبل لما خلينا الفنان والموسيقي والعازف والكاتب والممثل والمسرحي هو ابن سوريا اللي هو رح يبنيها. أوتار ألحان وأغاني تراثية تنبض أصالة ومحبة ودفاء، هي كانت حفلة فرقة أصدقاء آلة القانون لمشروع بكرة إلنا على مسرح الثقافي أبو رمانة. كنا معكم من قسم الإعلام المشروع بكرة إلنا.